سبراي هذا الموف ما يبغى ما شو اسمه حق سيارة البيضة متزلقة ولا شيء احنا ننظفها. اي بس ننظف سيارات نغسلهم بلاش. اول شيء احنا نطلع حرتنا تذكر بالغزو الصار يوم فجرون الكويت يذبحون لنا ذبحوا الكويتيين احنا نطلع حرتنا بالسيارات. في جيب باترول كنا واقفين احنا الثلاثة دخلناها بسيارة بس. اي بس وناسة. اي عادي فبراير الكويت شنو؟ فبراير يعني نحذف على اي احد عادي الكويت يعني على حسب الشخص يعني اذا كانوا معصب يعني حدف التفريقه يستحق بما مفروض عادي عادي لان شنو يعني فبراير شوف الناس كلهم قاعد يحتفلون وماي ماي المفروض اللي فات حدريش ما نحذف عليه المفروض يعني عادي الحين عندك ام كبيره تو هذا حادف على واحده كبر جدته لا انت حذفت على واحده كبر جدتك اي ايه عادي فبراير مسيره بالونات ما قال شيء استانست شوف اي اسمع وناسنا نحذف يعني يعني ما نحوش احد ما نحاول ما ناذي احد يعني بس على السيارات كذي يعني وناسه نرش على بعض بس ما نحوش احد ما ناذي احد